بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا إن شاء الله تعالى هذا النوع بلا بدونة شيخ عبد الرزاق أبشر شيخ عبد الرزاق سنعاني وحنا وهيستا أفرتن إيو شان دقيقة إن شاء الله فليتفضل شيخ. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا ليال أن أنت أنا ربدا أنا بلا من هذا الكذا وحر وحيرنا تعرف فيه أسرة وحل إلى هذا سأنا فهنا ربك أكو هاي سربدا أسرة أصل كذا أرجع عن وحكي من مارت أن صدق حرف أو ألف كي السينك يرادع أصل كان مركزاس أصل كاس عربي أو حليرها بليري شدة الربط والقبض والإحكام وأحمر كي حوج لسوحره أيالير هذا وحرنتي ليابا مصطلحا أسرة بمعناه المتعارف معناه هذا اللي يقانه وأسرة أمرك اللي لقفها معي لما أقول إنه وقت النبي عليه الصلاة والسلام مارت غراك سودة جاي سلاس مارت ومشور وموصل هين بل بدلا منه وحل استعمال ترين لير هذا عائلة أما عشيرة أما أهل يريد لم يتكا وحال يري الشعرك أي كسو عرورتي أو وفق وامتك وتري زيد بن حارثة نك نبيك على سلاة الله صحابة يسكم ده مركي نبيك على سلاة الله وقويس كسو كسو بيري أيو وحو يري مارتي فإني بحمد الله في خير أسرة خيار معد خيار معد كابرا بعد كابري سازو كلام بيها الله وحال معناها كتر سنة هاي أسرة مده وقوة ناكسا سوق نبيك على سلاة الله وتلمام ويقويس كسا وحي كلا كسو عرورتي حديث كلا والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وحكم كفر لاي من يهودية وزنيستي مركا وحا حدثك كسو عروري نكاس أنه زنى في أسرة له داد أسرة معناها أسرة قويس كساء إنه زنى ذاك قلع وح معناها نص دينية وأي كسو عرورتي وقت النبي عليه الصلاة والسلام يقع قار كساء لو داس أي أشرا لير أرجع أسرة وح تعرف في نك لير هذا الدكتور محمد الكد العمراني مركا وح لي هاي مركا أرجع سلوا دواقه وحلو يقعنا التركيبة البشرية المشتملة على الأب والأم غالبا وحلو يستعملها بكلية هي يعني التركيبة قويسكة وانت بدن حاوية آدن ككوبن آبي هويو يعرورته أما هدي أي سيب يروى سعده الوسو دارك مركز السوشة يفروع ده يحواشي ده ومركز السوشة اللي قوضه مارته حق أجداد آبها مارته هويو ده يهو اللي حاجة مارتي فروضنا اللي جوا ده مارتي المهاجي الميسي وحلا متكا حواشي ده مركل يرادنا وحلا جوا ده مارتي أضرافته وحكاتيره سده مارتي إن أدر رضي المادر رضي أبتياشي وحلا متكا ده كاسة أسرة ده لو يغنى أسرة ده معناه وأنت هس إسها يزتا أسرة ده مركل ولا ليال ريبدو وحي كوه يسارون تي أخبار هذا بدن ده كأن أسرة ده نالكن شوكت مسلم كا سده جودة هام مركل يا تحدي هذا وين بهيستا وحايست مشاكل حق دينتك كسابسن او مارتي ان وباهن ان بدن لدراسيه ددك عقيدته سيف على لوو عليه وحا جرى تحديات او مشاكلات كلا او يعني اجتماعيه او حق قويسسك يسمهوده يا اخلاقيات كلا قدسن او كنول لهي وحا جرى مارتي تحديات اقتصاديه او حق دقالها كجره مشاكلات حق دقالها او مركز يعني حرامتي حلاشي ددك قار بدن اسا درمتي marka mushaakilaad kaas xagga iqtisaadiga kuwa ugu dardaran marka ay shuruuntii la galiyo dadka dhulka ku nool ayay ka mid tahay ribadu saas marka darteed waxaan aaminsanahay ribadu inay usrada duminayso qoyska muslimka inay dumiso ama usrada macnaheeda musaqarka oo yar oo markaas sidanka cad taariifinay qoyska ka kooban ama macnaheeda weyn oo markaas usra muslima oo majaliyada dhan muslimka macnaheeda labadaas midka noqoto ribadu wax ku haysa sida aan ka arki doono muxaadaradan arrimaha mushaakilaad weyn oo dumina misalan hadaan soo qaadano ilaahay wuxuu quraanka ku sheegay inuu ribada tirtirayo yamxaqullahu riba culimadu waxay leeyeen maxaqo macnaheedu waa al-istisal wal-ihlak in la dabar gooyo
marka macnahaas waxa la yiri lacagti kaliya ribada ahayd maaha wax la dabar goynaya bal waxa ay dhibkaas ku dhacaysaa codda maaragtay yacni ku tacaamusha xataa qofkii ribada ku dhaqmay isaga naftiisa ilmihiisa qoyskiisa waxaasoo dhan bu halaagaas iyo istisaalkaas iyo dabar beelintaasi ay u taallaa ilaahay markuu leeyay qur-aanka subxaana wa tacaala ilaahay xarbi dagaal buu ugu ballanqaaday ribada inuu la dagaalamayo waxaa lala dagaalamaya ribada iyo cadda ku tacaamushay iyo ilmaheeda iyo qoyskeeda oo dhan waxaa la xaqiijiyey inay ribadu keento tafakuk ama kala googo qoyska laf ahaantiisi ku yimaada oo maaragtay ninkii iyo ilmihiisii ama ninkii iyo xaaskiisii ribada cunay ay markaas kala burburayaan oo ay yani burburayaan baa la xaqiijiyey inay keento waxaa kaloo iyadana mashhuur ah nabiga salawatu rabbi salaamu caleyhi leeyahay kullu laxmin nabata bilxaraami finnaaru awlaa jir kasta oo kusoo baxay yani xaraam kusoo baxay naar baa maaragtay u xaq leh inay isticmaasho iyadoo ay gubto saasuu nabiga caleyhi salatu salaam leeyahay marka xaraamta ribada ka mid a waxyaabahaasoo jira dartood in qoyska muslimka ay halaag ku tahay ribada ayaa cad markii walaalayaal diinta la fiiriyo ribada runtii waxay ku jirtaa dawaa'irta muqlaqa maxaan saas ka wadnaa islaamka marka la fiirsho qof kastoo daraasiyey diinta islaamka ama si fiican ugu fiirsaday wuxuu arkayaa inay jiraan laba seerkal oo waaweyn oo diintu ay ku dul wareegayso daa'irada koowaad daa'ira maftuuxa oo macnaha man dadku isku khilaafi karaan oo ijtihaadaadku ka furan yihiin waxyaaba maaratay ijtihaad ka furan yahay oo maaragtay afkaaro kala gedisan aqbali kara baa jira marka waana sida nusuusta diinta ay u badan tahay oo maaragtay aad aragteen khilaafaadka fiqhiga oo maaragtay ijtihaadaadka tirada badan oo furuucda ku saaran ay kala gedisan daa'iradaas marka ilaahay wuxuu ugu talagalay baad moodaa ummadda in loo waasiciyo oo maaragtay dadku ay wasc helaan ayaa ka muuqata waxaa kaloo jira daa'iro kale ama seerkal kale oo muqlaqa xiran markaas wax ijtihaada kama fura waxaa kusoo aroortay nusuus qadciya oo hal macno ah keliya ixtimaali karta matalan waxbaa rumeen lagu leeyahay waxaas siday yihiin baad u rumaynaysaa ijtihaad ma geli karo fikradda kama fura talana ma geli karto waxbaa la xaaratinameeyey sida wasfiga sifadaas loo xaaratinameeyey xaaraan mu'abada u yihiin wax lagama bedeli karo lamana taaban karo marka daa'iradaas waxa daa'ira muqlaqa la yidhahdaa way xiran tahay waxaa kusoo aroortay nusuus qadci ah oo hal macno ay ixtimaali karta oo ijtihaad uusan ka furnayn oo aan cid tale laga yeelin waxay saas loo yidhi baa la yidhi taasi waxay caddaynaysaa waxda alcaqadiya ummadda muslimiinta waxdadeeda ama midnimadeeda xagga caqiidada ku dhisan ama xagga maaragtay akhlaaqda ku dhisan ama maaragtay qadaayaadka waaweyn oo saas oo kale ah waxa weeye waxaa kusoo arooray nusuus qadci ah oo hal macno ixtimaali karta macno labaadna uusan geli karin fikra labaadna kama furna walilaasaf shadiid ummadda muslimiinta horta fi taariikh way xafiday daa'iradaas daa'iradaas siday tahay baa loo ilaaliyey caqiidada siday tahay baa loogu ilaaliyey dadku waxay rumaynayaan ilaa ay naga soo gaartay iyadoo nadiifa maxaa ku ordaa akhlaaqiyaadka waxyaabaha xaraamta oo kale mathalan oo bisifatihim qur-aanka ugu soo arooray xaraam yihiin ama nusuusta nebiga diinta ugu soo arooray sida yihiin baad inoo soo gaarsiiyey laakiin hadda casriga kan hadda la joogo ayaa waxaa bilaabatay mu'aamarooyin runtii badan oo aad moodid in loola qasdaayo daa'iradaas muqlaqaha oo xiran oo aan maqlayna maantay afkaaro badan oo ku doodaaya maxaa wax looga bedeli laayah qur-aanka nusuus kusoo aroortay mathalan maxaa nusuusta wax looga qaadi laaya looga bedeli laayahay maxaa saan loo samayn laayahay maxaa maaragtay shaygan loo xaaratinameeyey xaraamtaa iyo waxyaaba la midka waxaa marka muuqata in daa'iradii muqlaqa ahayd oo ummadda waxdadeeda iyo caqiidadeeda ilaalinaysay in maantay la garaacayo oo la dhaawacayo haddii hadalkaas u kasoo yeeli lahaa ribada ka mida dabcan waad ogtay ribada maaratay dad badan baa hadda ku doodaaya in la baneeyo ama ay bannaan tahay ba ku doodaaya banaystay oo ribada bunuugtaha ka mid tahay haddii marka runtii hadalkaas uu kasoo yeeli lahaa nin laa diiniya aan diin haysan ama nimaan muslin ahayn ama nin iska cilmaaniya waan ilaahay aaminsanayn waxa weeye waxaa la oran lahaa waa liqilati cilmihi ama bucdigiis diinta uu ka fog yahay laakiin waxaa runtii lalaasaf naxdin leh in maanta dad culammo shaarkeed wata ay ku doodaayaan ribadu inay bannaan tahay ama meelaha qaarkood ay daruuri tahay ama maaragtay uhaa kada waxyaabahaas marka ummaddii marka ay ku fureen maskaxdoodii dood badan ay ku fureen maarata walaalayaal ribadu sideeda marka ogaa dartoo waxyaabaha ilaahay xaaratinameeyey oo macnaha binnasi rabbi ku xaaratinameeyey subxaana wa tacaala waxay ka mid tahay marka daa'irada muqlaqa oo aan runtii ijtihaad geli karin maxaa loo xaaratinameeyey ama maaragtay aan aysan dood nooga furnayn ilaahay wuxuu xaaratinameeyey qofka muslimka waxaa ku filan inuu maqlo ilaahay wuxuu xaaratinameeyey subxaana wa tacaala uma baahna markaa in reasons badan loo sheego nafsadiisa waxaa la doonaya qofka muslimka intaas inay ku qanacdo laakiin
بعض النفوس ضدك النفوس تضغار كل واحد سقبها هين إن يعني لسية سيادة وحياة أنت هسك بدل لسية أو دبعتوين كقار كل مثل الله متجمع وحياة ولا متكام وحاء كلا وكم ده وحياة هلا ياب كلا إن قف كان رمادة استعماله سنا حديث كان كارك دونه وملعوني هاي لعنة هنا يكون على قف كاس لعنة ده الدين تمرك كسو عررته معنا ده وحوية الإبعاد عن رحمة الله قف كأول قف وجير نحريست الله سبحانه وتعالى مرك قف كادلو جرا وملعون معنا ده وحوية إلهي رحمة ديسا وحقه كبلها وين معنا ده وحقه كبلها وحياة بقى كسو عرر وحكة مدة ما حقه وأنا أدرك هذا اللي ومعنى استئصال قف كان رمادة استعماله يحولها سلفت قاضي إلهي إنه دبر جويناي وإلهي إنه ترتريه وحياه بعكس عرر وحكم ده أردت اللوجيا إنه لا يهرب من الله ده أضرار جسيمة نبعتوه ووين بين الله هاي ومارت اقتصادية أم اجتماعية كوا مارت حق اقتصاد كده غاله كوا كي معناه يعني نبعتوه دينية سأرك دونه حق الدين تكسب سر يكوا محكور ده يعني غاله هاند انتبه وحياه كلو كم ده يعني نبعتوه كده موضوع ظاهر كوا حكم ده إني دتك ضبغة كده حورته سأرك دونه ومعناها دغاليه اي كدكتين كوران افراد معينه دد كوبان غانتود مرك ددكي اي مرك انتاس او نوقدان يعني ان اي شغاله او نوقدان ادونس معناها او معني سو ملدهان هي اي ابو تاريخو ريمد ولالي تاريخ هان مرك فيرنو غور مي بلاواتاي سداس كو بلاواتاي سياس ادونكو او فافتاي ريمد هورتو وحاي عدها سدا امام الماورد سو نقلنيو ان الربا لم يحل في شريعه من الشرائع قد بوليه ريمد الدين ديما الهي سودجي كمدا كوما بنانين ديما إلهي هروس ودتشي أوران في الكتب السابقة كتبت وراءه هرمرتي كل جود ربضه حرام بكو أهيد بالنص حرام واحد صادقت الله وحلي سبحانه وتعالى يهود بركها اللي ذنب جودا وأخذه مرنبا وغنه عنه بالله سبحانه وتعالى ذنب معناها قالنا اللي جودا يو حكم ده وأخذه مرنبا قال شرط الربدة وغنه عنه ولا جره يبي وأكلهم أموال الناس بالباطل حولها دتك أيكون عنين حارت نبضك عنين حقدرك عنين مرك فيري ربما مرك إلهي وحش سبحانه وتعالى بني إسرائيل لا جرها بي ويك حرام هيد وهكذا كل كتاب كستو إلهي حق يسكسو الدقي ربما حرام بكو هيد توراة بحرام كو هيد قرآن كحرام كت هاي إنجيل بحرام كو هيد وحتى سنة سنة كتب تاسين كل قد إلهي كي مادين ما هي لي يعني إني هل معاملة أو خاصة أي هل فكرة كي كتب تاس كي لطو واحد سنة أصل كوديني هل مشكات هل مالين كي مادين بي يموت نسل waxaad ogtiin kitaabahaas tawraad iyo injiil in dadku ku cayaaray oo maxaa ku raday faragelin lagu sameeyo kutubta la taxriifiyay oo aysan maartay maanta kalaamkii Ilaahay ahayn runtii ama waxa wax kaga jiraan waxyaabo kaga haray oo yar inay jiraan diintii asalka ah ka mid ah laakiin waa la taxriifiyay waa la bedelay waxa maaha hada ayadoo la bedelay maanta waxa la helayaa nusus sidii asalka ahayd ugu taala oo ribada xaratnimada ku saabsan midal waxyaabaha culimadu ay qoreen waxa ka mid ah kitaabka sifr takwiin kale yaa sifrul awiyin سلوك على سفر الخروج وتوراة مارت بوقت التوراة السكوير هذا أو مارت أول تيست من عهد القديم كان وحكوا صار الله بضع النصوص عت وعدين السر بضع حرامتها ومعناها مثلا عربي مركل قلت لكم معنا دي هاي لا تغرض أخيك بالربا والمرابحة مستودا كان أم غريب ولعلك معناها قف بن آدم جاء رباها كسر حول هذا ربا وكا حرام بقتال أما هالنقطة قف مسافر أما مدقان كلها النقطة أمد شعبك على كتر سهل الله أمد خارج كهان نقضي سدوا كله نسك اسمعنا إلى ما أنت وباق ويا لا ومعنا وكويا لا كتاب كاز سدوا كله بيبل ك لغة لي هذا من جيل لغة وحكوا صار رسالة النص ده سو كله أولي هاي يعني حدي إذا أغرطتم الذين ترجون منهم المكافأة فأي فضل يعرف لكم حدي أدت كريبك سيسان لعكت أدين تكسين سان معنا محا خيره هالشيء ويا معنا هذا ولكن بلية افعلوا الخيرات مارتي ان غير منتظرين عائدتها خير كسمائي او الدين بحية إذنكو أن وحبك غادنا الربا بلية ساسا كتا الله نسكاس إلى هذا وباغ وكيا إلى كتابك وحمرك مغطان نسوس تاس إنه تهي أصل كيادكو إلهي وكتابك سكشو دكي ومارت الربا حارتين وين إنه تهي لكن اليهود كعادتهم سيد عادته دا وي تعرفين كتابك وضا ووي بدلين way maartay mandoriyan soostaas marka waxa ay ka dhigeen runtii sida asfaartada qaar kale ka mid ah ku taala ribada tacaamulkooda inuu yahay mid ka xaraama shacabiga yahuuda dhexdooda waxa marka ku soo aray kitaabkooda la yiraahdo sifr tathniya oo isagana cadal qadiim ka mid ah nas macnisu yahay maartay lil ajnabi taghrib bil riba walakin li akhika la taghrib bil riba
ساسو ليه مارته قف كأجنبي جاء أو معناها كترسن كبحسن شعب اليهود لعكت مركز ديمين يسربوا كود ديمين كرتا لكن قف كشعب يا كترسن بولي يهود خلينا نقول بس نكرت العقد مركز وح عد على مدى ليهن نسك حس إنه يهاي نصوص تأي أيقو تعرفين وبدلين ي ي يعد أو مش كم قطة سكستان نقطة إمام كثير وحلي رحمة الله عليه إن الله تعالى قد نهاهم أي اليهود عن الربا فتناولوه وأخذوه إلهي وكحرة إن يستقران كوكو عدين إيه ربا ده مركا هو يستعمال لأنه ويبدل الناس كاس ربا ده مركا يدو واحد بلابين إنه يعني أولو ليان وإساس أولو ليان وإي مركا يو يستعمالان وشعوب تكلا يكو يستعمالان لكن نحضة ده أي كيلا ليان ساس يكو سعون شرين ولي قد أما يعني أهل كتابك كلا غيبت سكلا يعني نمكن سهارة اللي يريد هذا كريشتك سيد اللوغي هاي كريشتك تاريخ يوروب أردنا مركا لفيرشو ربا ده حالان بكيان جرتين مارت مركز رؤساته يا عم حق الدين تأم قوة مارت ملوكتي بقرضة يا قياس رضا كل جود واحد إجماع قوة هاي رمضان حرام تهاي وأنا استعمالك أن ده كده حديثا لكن يهود أو كل حنال واحد يقول أول ولين ين فكرة ده يهود يعني واحد رمضان اللي استعماله اللي هرجليه مركا يعني ساسي أول ولين ين رمضان يقول يهود وكل تعامل ين لكن شعبك أنت سكلا كريشتك ما يقولين رمضان لما يستعمله كن لكن واحد اللي صارت كمركو عكون شم بقول يسقاش يصدق ذي أي يعني عضو قادين إن لقى بدل قول كاس يعني رماد كسابسن مركو واحد كسوق من رماد استعمال كذا إنه كحرامي هاي الشعب وين هذا حديثه لكن واحد هذا بقرضة يمارة ملوكته بيوبنايين مارة إساسه كوبنايين مركز خاصة بقالة يوب هذان ساس يرى هذا مركز كده مركز الثورة الفرنسية هذا يعني فرنسا جمهورية فرنسا مركز الأساسي أو جمهورية ألمانية هيت ثورة أسعان كتاريخها مركا واحد سمعين تمرد بدين تكو سمعين أما واحد تقاليد ده تكو أمي سنايا وردن كل قد بدقال كو قادنا بدلين وحيابا مركا يبدلين وحكم دها قضب كاس ربادة كسابسن ومركا يكردقين ربادة قف كستا أو أفراد الشعب كم ده إنو حق الله ينو كل رغمه ده كان كسي قاتنا ومركا يواغو سدين سيدا مارتي وج موجوه الكسب مارتي ميلها العقتة لقد سمعين ميل كم ده مركا وقت تاسنا واحد عادي بش أكتوبر كن سقال بغل كن واحد جاء تدوب بقول سديتني سقالكي بش أكتوبر بيهيد باليري مركا ساس ربضو بنيين سادات فرنسا أيضو كبقد بيسا بربضو مركا يورو من تدك لكوفا أفتي أو مارت واحد نغطي النظام بقالي أو لاقونسي هاي يوروبي عانك دحوة ده كدي مركي أي يوروبي عانكو دوني دا كدولين أو أي دلال بدن قبيستين أيغو مركاس وطه نظام كو بقالي أو أي أيغو وطان أو أي ربضو مارت يقو انتهي أو يهود دايو أولو لينيسو aya marka dunida inta kala saas ugu faafiyeen heer waxa gaartay meelaha qaar kood xataa dunida muslimka kamida dadku ay aaminsan yihiin nidaam iqtisaadi dhaqaale oo arribadu ka maqan tahay inuu san shaqeynin ama jir karin heerkaasi dad gaarsiin maarta taasna marka waa liqla taalim islaamku wuxuu leeyahay sadagti nidaam dhaqaale oo aan yaani kana halu kitab kana ahayn ama reg galbeedka aan ahayn reg bariga aan ahayn oo madax banaan buleeyay nidaamkaasna marka ribadu inay xaraam ku tahay ayuu u cadeynaya أما رجل بيتك الاقتصاد كده وحكوت عليه هاي ربا ده احتكارك ربا ده أما إنترست جوا حليه هذا إيه مارت منابلجة احتكارك ومارت إن صناعاتك إيه وحصوصارك إيه مارت إن جناسك إنه عديس كلا دوان أردن شركات قار قارك الله خاص يلو لا بد أمرك والله بس إسلام كدي دين لا بد إسلام كوه لا احتكارك لا يحتكروا إلا خاضي نبي على سيرة سوايا أساس له وحيابها لحارة النبي بكتيرة ribada marka saasay ee Yurub ugu faaftay adduunka inta kale ku faaftay ama arabta marka la fiirsan gaar ahaaneed arabta waxa la yiri waxay ribada kaga faaftay qabaail yahuudiya oo degay jasiirada dhexda waqti hore fog degay waa kamid ay ku nabiga kale salaatu madina ugu tagay banu qaynuqaa ay kamid yihiin qabaail ka samartay yaa ribada ku dhaxfaafiyay ama arabta inta kale bilowgii hore oo ribada way nici jireen ribada qaabkaas way diidanayeen inay xaraam tahay been aaminsanaayeen ayagoo gaala inay ribada xaraam tahay aaminsanaayeen waxyaabaha cadeynaya waxa kamida markii la dhisay kacbada la dumiyay nabiga kale salaatu alayhi wasallam nabi noqon ka hor weeyay nabi laga dhignin waxa yiraahdeen kacbada dhismaha ka dhiseyno waxyaabaha aan la soo gelin karin maxaa kamida ribada iyo maartay kaahinka lacagtisa iyo haweenka xun lacagaha ay sameystaan waxa soo dhaw waa laga ilaaliyay xoolaha dhaca ku yimid waa laga ilaaliyay kulligood marka ribada waxay ku dareen waxyaabaha aan banaaneyn kacbada lagu daro xaraamta dhaqaalaheeda saasa marka lacagta uga yaraatay baa la yiri lacag xalaal ah ka yaraatay kadib marka jasiiradda aad baa uga faaftay quraysh waxa soo baxday maartay niman dhaqaale yahana waa weyno ribada aad ugu tacamulaya soo baxay isticmaalaya ribada marka saasa jasiiradda carabta ugu dhaxfaaftay ilaa nabiga kale salaatu alayhi wasallam adeerkiis uu ka mid ahaa dadka ribada aad ku isticmaalay abbas
سادرت مركي اللي حارت النبي ربذا النبي وحول على سلة السلام ربذا وجوه الرئيسة أو عن توجينا يو وربذا على ركى عباس النبي على سلة السلام مركا سلاسة جزيرة عربت أنا وقف عفتي أما النجا هي مستقبلك مستقبلك وح النبي وشيخ صلى الله وسلم عليه ربذا أنا يفاف الدنتو سحب دافع أنا وفاف الدنتو وحكم هذا دارتان حديث كإمام الطبراني في وقصص على المعجم الأوسط عن عبد الله بن مسعود نبي صلى الله وسلم عليه ويري بين يدي الساعة سعد قيامته وحكه الريبي النبي عليه الصلاة والسلام سعد قيامته هرتاد يظهر الزنا يظهر الربا والزنا والخمر وحصاد ظاهر الدونة ربا يا خمر ذا يا زنا ذا النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر كم حال جوده معناه واحد نقد يعني فنامنا يعني مشكلة عامة أو مدة أو نقبسطة أو ميول بلقى أركيه بين قول السابق النبي عليه الصلاة والسلام والزنا ذا يا ربا ذا يا خمر ذا عبيتان كذا حديث كاس الشغل الباني وصحنايا وأنا حديث كم إذا معالمة النبي النماذة معايا القف كونه مستقبل ساس أفق وح نعذنا وكورمه ووح وحي كسر قارئ سكلكم أو جانكره وحكم إذا حديث كأبو هريرة سكنا رسول صلى الله عليه وسلم يري حديث كان أبو هريرة وحصو صار يا أبو داود النسائي ابن ماجه والحاكم وأنا حديث صحيح نبي عليه الصلاة والسلام وحليه لا يأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره وحنا بقى على سلالة الله لي حديث كان ضدك وحصل مر الدونة تاريخ قف كست أو كم ذا وربا ذا عنبي ينبي على سلالة الله حدي وسكيل عليه أو نسمة يرى أو مارت قف كست دالك وبحربا ذا وسكيل عليه أصابه من غباري بور كذا وحكسو قاري ينبي ينبي على سلالة الله حديث كان سير حديث معجزة ويرنتي بور كذا أيا كفر دنايا مرك ربا ذا هذا ضدك نال قف كعنبي ربا ذا أو عادي عنبي استجو عادي هوركيسة لكن ضدك أنت سكر فيري سير ربا ذا كواجع نود فيري أما العك تدا بنك ربا ويتعلى أما جور ربا لو قديس هذا جنتهاي أما شركة دادو شغيسة كت عامشة وهكذا قيادي كام مرنا بور كده ومارتك صابته وهي ساسو النبي صلى الله عليه وسلم عليه حدث كحدث كلا شغل معتسا وهي مركب مستقبل كوه النبي وشجع على سلطة سلام ربا ذو فاف دانته وأنا أرين هذا إنه وين وجهنا وين عرقنا وهي ربا ذو ولا ليال تعرف كده محيي هاي أصل كأريجان ربا ذا مارته وحلاقة قاتلي ربا بمعنى زيادة وهي مطلقا أريج معنى سوى زيادة وعمر كيبتان مارت وحال يا مارت الربا الشيء اي زاد شيء ربا وكرني وي معنى هذا ربا قلي وكرني معنى قرانك مارك ايضا معناها لغويغا لغو استعمالي ايو كسو عرورتي وحاك ركب مدعي ذا الهو ليه ان تكون امة هي اربع من امة امد اني يعني هي اكثر من امة وي معناها امد اني امدك لكتر بضانتها قرانك مارك وحال لغو استعمالي مركز لفظي ذي لغويغا وحاك لغو سعرورت مارك ليه مارت فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إلهي مركو ليه وربت بمعنى زادت معناها مركة اللغة ده أصل كده حقيقة ده وحوي مارته هو إن الزيادة هاي اللغة ده أما شرع عدو صدق وتقارنه في بدأ وحلو تعرف فيه قفك فائدة وقاته فائدة داس أو وح بدل أه عن كيمانين مقابل بدل أملها العقبة قاتي العقد الصاروي أو مركز وح أديك بديل كده ولا قاعد قاعد يسنجرنين والعكس زيادة وهذا بدل كذا هذا هالنوعي مارت بشروط بليين ولا ماذا المحيلة فائدة كستول هلا حرام معها مركب شروط الجار أيه اللي هذا شروط هسنا وح كوجان إنه مركب نوعي هذا صدق جار كامل بالواقع تعرف فيه أيه كوجان إنه ربنا وح اللي هذا هي صدق غيبات بالواقع الغيبية غيب كست مركب مركب عارقنا أيه كوجان إنه نوعي تاي مدة كوجان وح اللي هذا ربا البيوع ربا البيع قشة منه وح اللي ربا القروض ربا الديمة قشة منه وح اللي هذا ربا المصارف ربا الصرف قشة صدق حسن نوع ووين بيلا لهاي في بدأ مركب ربا البيوع ده اللي يراه ده وحنا بقول شيخ صلاة رب سلام عليه لحنا لبكة مدنا على العقد هاي ذهب كيف ضل أيهين أفرك مدنا على النقوة الضرورية هاي صدق مارت قلة ده يمارت سرنكة يملح لا يتمرته أي أفر تاس نوع أيهين وحنا بقول على صلاة سلام الشيخي مركب لسكوك ده يو أيه هو جنس وده لسكوك ده يو بمعنى الشيخ استبكي لم تكها ذهب ذهب كوك ده يسوا أمر في الضف ضك كوك ده يسوا ولا بدل العقد ها أما سأفرت عن نوع أكله عنده مركز متك استوى متك كلا أتكون جريسو إن على جزء زيادة كرن بمعنى هدي أنا لي عن دولار دولار كوي بنائي لعب الله ده سلعة دولار كا وأنا إسلاك هذا ويا معنا ذهب ذهب كوي بنائي وأنا إسلاك هذا أما بارت أن قلي بان قلي كلا كوي بنائي وأنا إسترلي كاتو أسمع ما إسليران مركز هدي أي زيادة معده أو مثلاً كيلة قلي ده هيد أنكو قاتو كيلي بر خير أنكو دعنا ويا مركز معناه مرك تاس وحي منتشر هيد مرك راشي راشي لو قد جري هذا لكن ان راشي راشي لو قبا ويراتي تعامل كاسات دنو كويريا تاس وحال يرادا ربا البيوع ولا يرادا ربا البيع قشا وحران مرك قف كونو كلا زياديو شياشاس وحكلا يعني اللي يابا
cilada maxay tahay loo diidan yahay cilada maxay tahay bay culimadu isweydiiyeen saa darteed cilada dahabka iyo fidada dahabka iyo fidada sheekh abu xalifa wuxuu leeyahay waxaa loo diiday wasniga waa miisaamidda la miisaama labada waa la miisaami jiray waagi hore haddana wali waa la miisaama marka haddii qacadadaas lagu dhiso wax walba oo la miisaamo marka la isku yiminayo laba kala badan kara waa macnahaas ilaa cilada kaas loo diiday waa miisaanka ciladeena waxay ku dureeraysaa wax kastoo la macnaa xagga ayay ku dureeraysaa laakiin jumhuur ahli cilmi waxay leeyihiin waxaa loo diiday naqdi samaniyada iyo naqdiyada waxa la yidhahdo lacagnimada iyo qiimaha lacag ahaaneed ayaa loo diiday bay leeyihiin marka qowlkaas baan xoog badanaynaa qowlkaasaa xoog badan haddii marka saas la yidhahdo marka samaniyada iyo naqdiyada macnaha lacagnimada iyo xagga qiimaha lacag ahaaneed waxaa la wadaaga markaas wax kastoo lacag lagu tilmaami kara maanta oo maarata ama dollar ha noqdo ama wax kale ha noqdo bay ribadu galaysaa markaa ilaa ciladii bay wadaagaan macnuhu marka waxa weye markaan hadda dollar dollar ku iibinayo ama kenya money kenya money ama somali money somali money aan ku iibinayo ma kala ziyaadin karo haddii aad dukaanka timaaddo oo aad sarif rabto aad tiraa boqolkan dollar ii sarif ii kala yaryaree boqol dollar oo hal bani dhiman qofka hadduu ku siiyay ribaad ku dhacday bay macnaheeda maxaa yeele asalka lama kala kordhin karo taas marka waxaa la yidhahda ama waxa soo haray raashinka afarta nooc oo raashinka abu xanifa wuxuu leeyahay keylkaa lagu diiday miisaanka ay geli karaan inay yihiin wax maaragtay beegal ah beegistaan u jeedaa beegista waxa raashinka marka la koombaynaayo koombayntaas marka wax walba oo ay ka surowdo baarlamada buu leeyahay aimada kale waxay leeyihiin si shaafic oo kale wixii quud geli kara oo dadku quud ahaan ay nolol ahaan nolol maalmeed ahaan u quutaan lana maaragtay dhigto oo dhigitaan geli kara se maaragtay bariiska oo kale loo dhigto maxaa ku raday lana beego oo yacni la beego ayaa geli kara saa marka marka la yidhahdo noocyada kaleo raashinkaa ama digir ha noqdaan ama bariis ha noqdaan oo calaamadahaas la sheegay ay ka suurowdo yaa la madaweeye marka macnahaas marka taas ribal buyuuc baa la yidhahdaa ribal buyuucda marka waxyaabahaasay gashaa wixii marka sifadaas hadda aan sheegnay ka baxsan mathalan ribo laguma tilmaami karo haddii mathalan neef xoolaha aan neef xoolaha kale ku iibinaayo laakiin labada neef xoolaha midkood uu qiimo badan yahay ribo maaha way saxaysaa way u suroobaysaa ribadii macnaha ribal buyuuc ilaa waxay gelaysa ciladdii ma laha waxaa soo haray nabigu caleyh isalatu wasalaam xadiid sariixu marka arrintaas ku caddaynayaa waxaa ka mid a xadiidka nabigu leh mutasaxiban ku yaalla laa tabiicu dahaba bidahabi ilaa mitlan bimitlin sawaa'an bisawaa'in walaa tashufu bacdaha calaa bacdin dahab dahab marka ku imanaysaan maaragtay laguma gadi karo inay isku mid yihiin mooyaane xagga yacni wasniga ay isku mid yihiin iyo qiimahaba lama kala sare mari karo fidada sidoo kale fida marka lacagta wariq leya marka laisku iibinayo lama kala sare mari karo iyadana ma waagaas labada lacagood la isticmaali jiray saas kala ahayeen dahabkuna wuxuu ka imaan jiray dowladda imberatoriyada rome dirhamka oo fidada ka samaysanna waa lacagta imberatoriyada bershiya ay samayn jirtay weeye marka labadaas laba kala sare marka uyu nabiga caleyh isalatu wasalaam labadaas lacagta carabta isticmaali jireen noocyada kaleo afartaana saasoo kaleba ay axaadiista ugu soo arooreen uu nabigu caleyh isalatu wasalaam leeyahay in isku si lagu qaato maya lama kala sare mari karo xadiidka muslim ku soo arooray isagana waxaa ku taalla faida ikhtalafat haadihi alasnaaf fabiicuu kayfa shiitum idaa kaana yadan biyadin wuxuu nabigu leyay caleyh isalatu wasalaam noocyadaas hadday iskhilaafsan yihiin oo matalan doolarkii aan ku iibinayo lacag kaleo soomaali manaya matalan ama bariis aan ku iibinayo gelle oo ay waxyaabo kala duwan yihiin saharataan u kala gatuya nabiga caleyh isalatu wasalaam siyaadada haddaa rabtaan sameeya wey macnaheeda markaas hadduu yahay gacan ba gacan wax lagu kala qaadanayo halkaa marka waxaan uga jeednaa ribal buyuucda laba shardo bay leeda kow labada shay oo isku jinsiga ah sida doolar iyo doolar oo kale in marka la gadayo ay isleeg yihiin oo aan la kala sara marinin taasi waa sharda koowaad ka labaad marka laisku gadaya inay yadan biyadan yihiin oo markaas gacanba gacan lagula kala wareego markood marka midkoodusan deyn geli karin laakiin hadday iskhilaafaan labada shay oo matalan aan doolar ku iibinayo kenya mari ama aan doolar bariis ku iibinayo matalan oo kale markaas waxa weeye arrintu bee caadi wey marka way ka baxaysaa ribadii sidii marka la rabaa loogu tacaamuli karaa deyn baa lagu kala qaadan karaa waxbaa lacagta la kala sardhi sara mari karaa wahaa kada waxaa soo haray labadaa sardida marka yacni haddii midkoodu meesha ka baxo ay ribo noqonaysaa waxaan hadda marka uga gudbayaa ribada kale nooceeda labaad oo la yidhahdo maaragtay waxaa layahay ribal quruud ribada deymaha gasha ribal quruud marka waxa weeye nabigu wuxuu leeyahy kullu qardin jara manfacata fahuwa riban haddiidka saas oranaya soo aroray ribal quruud maxaa laga wadaa ama riban nasi ah baa la yidhahdaa ribada deynta ama ribada dibdhigista baa la yidhahdaa waana runtii ribada waqtigii nabiga caleyh isalatu wasalaam uu noolaa ugu tirada badneed ugu caansanayd weeye taas macnaheed waxa weeye qof baa qof deyn ka qaadanaya markaas wuxuu leeyahay deyntaas taarikh hiblo markii la gaaro percentage intaa leeg baa fuulaayo
marka waxa dhac jirtay yani saasay ku kala gadan jiraan wax nin baa matalan wuxuu leeyahay kiilada bariska deyn baa igu sii leeyahay qardaa kiilada bariska deyn igu sii kiilada bariska wuu seenayaa laakiin wuxuu leeyahay marka dhig keenaysid kiilada iyo barbaad dhig keenaysid waxa sameyn jiray marka lacagahooda oo dhan qaabkaasi ku shaqeyn jireen ninku nin buu deyn ka qaadanayaa bil kasta markii la gaaro nisba mucayana maawiya oo boqolkiiba intaasa oo deyn uu xusinayaa ribaa uu siinayaa markii la gaaro waqtiga lacagta la kala qaadan jiray ribada buu markaa wuxuu wadanayaa raasumaalka caadiga ahaa raasumaalkii oo kaamil isi $1000 asalka haysi buu leeyahay hadduu marka siin waayo wuxuu leeyahay waqtiga ii dheere ana lacagtan kordhinayaa marka macnahaasi wuxuu ku dabaqmayaa waxa hadda loo yaqaan interestiga oo bunuugta ay sameeyaan marka raasumaalkii deyntaha lagugu lahaa isagu ma dhinmi maayo isdhimi maayo meel buu yaallaa laakiin waxaa jirta nisba kaleoo maawiya oo boqolkiiba intaas percentage kordhaya oo marka adiga mar walba lagaa rabo ayaa jira kaas marka waxaa layaha ribal nasi ayaa la yidhaha waa xaraam iyadana waa xaraam waa maaragtay cabdullahi ibnu cabaas wuxuu leeyahay laa ribaa ilaa fi nasiya ribada waa midda ugu xun waa taasuu leeyahay maarata saasuu leeyahay ibnu cabaas waxaa kaloo jirta riba saddexaad oo la yidhaahdo ribal masaarif ribada bunuugta ribada bunuugta hadda iyadaa ugu intishaar badan rugtii oo ugu faafis badan ribal bunuug iyadaa hadda ugu intishaar badan oo maaragtay sarifka iyadana gashaa laba lacagood oo kala gedisa marka laysku sarifayo haddii xaalad sarif lagu jiro marka iyadana maaragtay yani iyo dembi iyo din bay noqonaysaa lagu kala qaato mana la kala salamari karo sida asalka uu yahay yani sarifka haddii iyad biyad lagu kala qaato yani iyadbiyadda inuu dib dhacay yimaadaa la diidaya laakiin siyaada waa la kala salamari karaa oo matalan markaan dollar ku sarifanayo kenya mani faa'iido waan ka dhex samayn karaa labadooda laakiin waxaa laga hadlayaa in taqaabud wax layaa u dhaco oo meesha lagu kala qaato ayaa shardiwa saddexaas nooc baa ugu caansan ribada wuxuu leeyahay ibnu rushdi ninkii layaa imaamka usuusha ribada waa shan buu yidhi shantaas maxaa ka mid ah andirnii azidka qof baa deyn kugu le markaa waxaa tidhi andirnii azidka iisug waqtiga ii kordhi ana lacagtan kordhinayaa waqtiga ii dheere ana lacagtan kordhinayaa marka waa ziyaada muqaabil ziyaadat alwaqti muqaabil ataakhiir waqtigay ka soo horjeedaa ziyaadadaas kaasi waa asal ribaa oo weyn asalka labaad wax weyba ku yidhi atafaadul labadii shay oo laysku yiminayay haddaan soo marno isku midka ahaa oo midkood la badiyo asalka saddexaad waa nasiicada waa dibdhigista waqtiga la dheereeyo oo markaas interestiga nisba ay kordhayso asalka afaraad wuxuu yidhi waxaa lagu tilmaami karaa buu yidhi baycu acaami qabla qabdihi cunada alaabta ama cunnada ama waxa ganacsiga intaadan gacanta ku dhigin la iibiyo taas marka waxaa layaha baycu waxaa layaha qofka una alaabta iibiyo xadiid saxa ku soo arooray intuusan la wareegin matalan adoo bakhaaraa markab raashina oo lasoo raran baad gadatay mithaal ahaan baa ka soo qaadaya markii markaad gadatay adigoo alaabtii aan la wareegin oo aan gacanta ku dhigan oo degsan baad markaas qof kale ka sii iibisa oo faa'iido ka dhex samaysa taas marka waxaa layaha waa riba maxaa yeelay suuradda meesha taalla waxa weeye adigoo alaabta gacantaada maba soo gelin laakiin xaqiiqda meesha taalla waxa weeye lacag baad lacag ku iibisay faa'iidana ka samaysa marka iyada marka qaar baa waxay leh calaa kulli xaal beec xaraama weeye laakiin riba maaha qaar baa saas leh laakiin calaa hadal asaas ibnu rushdi qowlkiisa marka lagu firsho ribada ka mid tahay buu leeyay waana sida rutu culimmadu u badan yihiin inay ribada ka mid tahay arrinta iyada qabdiga muxuu ku xasilayaa taa masala fiqhiya mucaasara weeye culimmadu waxay leyen qabdiga muxuu ku xasilaya waagi hore waxay ahaan jirtay qofku matalan bakhaarkii intuu alaabta ka rarto bakhaarkiisa inu dhigto o kale bay waagi hore ahaan jirtay laakiin hadda welima saas ah adigu qaar fataawaad baa jira cusub oo odhanaya qabdiga qofka haddii uu milkiyad buuxda alaabta ku helaa laga wadaa haddii marka uu helo waraaqihii caddaynayay inuu alaabta isagu iska leeyahay oo kale waxyaaba saasu kale baa jirjira laakiin macnaha masaladeenaga asalkeedaan soo guuranaynaa hadda beeca kamaana hadlayno waxa kaloo asalka shanaad uu yahay buu yidhi dac watacajal asalka la yidhaha dac watacajal qof baad matalan deyn ku leeday lacaga lacagtii oo waqtigeedii aan la gaarin baad u baahatay lacagtii lacag baad ku ballanteen waxaa tidhi bisha novembar baan ku siinayaa novembar oo aan la gaarin baad marka lacagtii u baahatay marka saa qofku u tagto waxaa tidhi lacagtii aan kugu lahaa hadday sii $1000 bay ahayd $500 baan kaa dhaafay hadday sii baa tidhi shanta kale haddeer iska kaysi waa riba cad biitifaaqi ahli alcilm a'imada afartaasaas isku raacsan yihin maarata marka asalkaa isagana waxaa la yidhahdaa dac watacajal waxaa la mid a bay leeyihiin culammada usuushaas uu tiriyay ibnu rushdi yacni lacag kasta oo faa'iido kasta oo sii go'an faa'iido kasta oo sii go'an iyadana waa riba waa asalka waa cadya matalan lacag baa ganacsi gelisay waxaa lagu yidhay bil kastaba intaasaa faa'iidaan ku siinaynaa faa'iidadaas marka way go'anta marka waxaa la mid ah khasaare ay maaragtay lacagtaada waa khasaare geli karin faa'iidadeeda waxaa lagu yidhi bil kastaba waa garantii waa intaas
مرك فائدة أسبوعاً أو فيكسد كا أو هرلا جاكس شيء أيضاً هو ربو عد أو دين تو عدينيسو مرك يعني نوعية داس أي كم ده ربو تعرف كده نوعية ربو ده أو عن كم ده أما أقسام تو ترب دينهين وأنا نرد البارح أو قف كبرته خاصة قف جناس جلية أما حكم كده دينياً ربو هو حرام بالكتاب والسنة والإجماع كتاب كعلي السنة نبي عليه السلام يا إجماع مسلمين تاي حرام كتاي كتابك على وحكم هذا آيات الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين ساس إلى الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون إلى الله سبحانه وتعالى ذاتك المؤمنين تهوا ومسلمين تهوا هعنون الربا أيضا الله لا بلا الله ويا معنى الربا لا الله بكس باشد عنيست الوجود دي ماها معنى لكن أيضا وحلوية غانا أنا إسرشه أو سنة الباقي كوعده سنة الباقي كوعده الربا علامة داسة إلهي مركم الله سبحانه وتعالى عننا إلهي كعب صدق إلهي سبحانه وتعالى وحرام وحلم الآيات إلهي سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كور الربا عنيا قبرك كما يستاجيان أيق الله مدقف وعلن ودعاء يجني وكل دعاء كلمه يعني ساس إلهي سبحانه وتعالى مرك آيات داس آيات دروية إلهي وحرت النبي الربا وحل الله البيع وحرم الربا وكجرته إلهي وحلال البيع ربنا نحارت النبي. دتك واحد رجل يهود ده واحد رجل تي. ربنا يبيعه واسكمله. ربنا يبيعه واسكمله. إلهي نوح عليه ربنا وحرام بيعه سوى حلال. وحلم ده آية قرآن كلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إلهي وحلا سبحانه وتعالى ربك عب صدق. وربنا كتر وحي كهري. هداد مؤمنين تهين. بمعنى آية قرآن كمرك سود جيين. وحي الربا أو كهري أو الهرب وقت كاسكور استعمال شيء والوع فيه بالوير. لكن مركز كذب. وكا حرام بالله سبحانه وتعالى مركا الهي وسيو دي وحالا يري فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون حولهن الراس مال كودي باليدين وكليا مركا انت ربا دهيد باكا حرام الهي وحو يري فإن لم تفعلوا هدهيدا ساسا مينن فأذنوا بحرب من الله ورسوله الهي يرسولك صدقال ايدي لقليان كنت لقلب الهي سبحانه وتعالى تاس مارت اعلان صدب الهي سبحانه وتعالى قفك الهي قفلا الهي لما درر ركرو الهي مركو لا درر ريانا حقابك هاجماني مقرنس معذر بالغور ديا معروضة كاه الله ويسه أو واحدة كاه نغنيسه مجرد كاه جبنية بلد ملك حاجة ما نسمة تغاند إلهي لا كوح كيري إلهي الدجال وكل جل يكوح سابتم برب كير سبحانه وتعالى مرك خوف كير وضعنا وأنه تاس مال دكتا إلهي هو حرب كل ترى ها وقال خوف كاسقى وحل الله البيع وحرم الربا إلهي مرك إلى هذا إنما البيع مثل الربا بيع الربا ولا مديها وأيضا إلهي وحير وحل الله البيع وحرم الربا باللفظ ما الوعدي ربا إلهي وحرت النبي إلهي ليه سبحانه وتعالى حديث كابو هريرة وحكوا سعر ورأينا كم تهي سكن السنة عن سنة نبي فيرنة السبع الموبقات تضبط وحلاقة مركان نبي وحير اجتنبوا السبع الموبقات تضبط قفك أي كل عن حلاقة ولدقة سكيل على النبي عليه الصلاة والسلام يري مركان محوك الشيء وأكل الربا ربا دعونا تان كذا حديث كاسر الصحيح كويا لا وحكى الإمام مسلم وصوى سعر عن جابر بن عبد الله سوى كورنا إيه إنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يري مارت لعن رسول الله أكل الربا ومؤكله رسول قال له حول لعن ذي قف كريم هذا عنا يمتك عن سيابة وحكى له أيضا السؤال رتى لعن الله إلهي بعلى عن ذي أيضا هو السؤال رتى حديث كوارك دونا ومدى مسلمين تها وحكوا يجمع ذي في عصور تدورن أي متفق كتة كل جد سكر عصمتها إن الرمادو حرام تهاي إجماع عصنا وحصون غلية أي متربضنا وكمل هاي الإمام النووي في مجموعه مركب حليه أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة تبوليه ومدى مسلمين تها وحي سكوا يجمع عن بوليه هاي الرمادو إن حرام تهاي بوليه عصور تدورن وحكى له صونغ لنا ابن معاس ابن المنذر يمارت يركل عيما إنه قدامه مركب في النوال عليه دبعتوين كريمة كتيرة محله حارتين مي قف قوس ودين كرا دبعتوين كاسو حيلين دبعتوين دينية دبعتوين دينية كتيرة محاكم ده دبعتوين كدينية إلهي وحش قف كريمة عنا إنه قف وعلن سقوا آخر وصباحيو إلا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بالهير قبرك كما سو استاغيان ايغو سدا جينكو كو ومراي او كلمه دمو يعني حديث بارك دونا او النبي كو دارتي صلوات ربي والسلام عليه قصده ايدا وخا كلو الهي او شيغاي ان قف كربد عنه ي قويسكيسا ي ددكيسو دان ي خوليسا بركه لا قادايو او بركه لا قادايو يعني ما حقي او كو دحاي لا ترتري وي معنيهدا ما حقي وا مخاي الهلاك والاستئصال بالعبد اللي الا هلاغو او لا دبر غويو وي معنيهدا عبد الله بن مسعود و خورنايا النبي عليه الصلاه والسلام يري ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبته عاقبة أمره إلى قلة أخرجه من ماجه والحاكم وحنا بقول عليه الصلاة والسلام قف ربا معنه إلا حوله سوء
waxay ku dambeeyaan inay baabaan oo tirtirmaan buu leeyahay Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) riwaayada kale waxay leedahay in riba waa in kathura ribadu haba badatee fa in caaqibatuhu ilaa qullatin ama ilaa qillatin ribadu ha badato oo xooluhu marka hore tirada ka bataa saaday waa aragtay laakiin waxay ku dambeynaysaa finally inay tirtirmaan qofkaas oo baabaa buu leeyahay Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) waa arrin mushaahada dadkii ribada qaadan jiray bunuugta oo waaweynaa Soomaaliya markii la furay waraysta Ilaahay baa ku dhaarshay waraysta dadkaas mid walba wuxuu ku dambeeyay faqri iyo dullinimo ayuu ku dambeeyaa waxa Ilaahay u sheegay ribada dadka gala inuu xarbi la galiyo dagaal la galaayo haddeer waan soo maray arrinta ayada saa darteed Imaam Malik baa wuxuu leeyahay innii tasafaxtu kitaab Allah kitaabka Ilaahay baan baalashisa rogay buu leeyahay aan akhriyay buu leeyahay falam ara fiihi dhanban ashara min arriba maana arag buu leeyahay dhanbi ka xun ribada kitaabka Ilaahay ku soo arooray maxaa yeelay Ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday inuu la dagaalamayo dhanbi kaloo saa la yireen ma jira buu leeyahay ribada aan ahayn feeraya waxa ka mid ah alkhuluud fi nnaar qofku naarta inuu ku waaro ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala markuu aayada ribada ka hadlay waman caada qofki ku laabta ribadana marka aayadaha soo degan kadib oo gala faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waa qof ehlu naara oo ku waaraya waxa kaloo jira aayada qur-aan oo kufri laga fahmayo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yamxaqu llahu ar-ribaa wa yurbi sadaqaat wallahu laa yuxibu kulla kafaarin athiim qof kastoo kufri badan oo dembi badan ilaahay maaragtay yani ma jecla buu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ribada cunaana saas lagu sheegay marka masala kufri geli karta wey waxa ka mid ah lacna qofka lacanad ku dhacdo xadiidka ibn mas'ud baa ku soo aroortay ee warinaya dabalani fil kabiir nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay lacana allahu riba ilaahay wuxuu lacanaday ribada xoolaha laftigoodii waakilahu qofka cuna wa mu'kilahu qofka cunsiiya ka ribada bixinaya wa kaatibahu kan u kala qorayo garaaniga wa shaahidahu iyo labada markhaatiga iyo nabiga calayhi salaam marka xadiid kale waxaa jira dad tirada ka batay inay ku lacanad mayaan qof kasta oo marka calaaqo la leh walow calaaqo basiid oo yar ha noqoto ribada malcuun weeye culimmadu waxay tirayaan bangiyada ribada ka shaqeeya kuwa xataa tirtiraya oo maaragtay yacni muraayadaha dhaqa baa malcuuniina bay leeyihin culimmada islaamka leeyihiin maxaa umalaynaysa ilaaha kugu dhaarshee nin xaafiis weyn fadhiya ama maaragtay ama lacagaha kala tirinaya ama teeler ah ama maxaa ku dhahday manager oo meel fadhiya maxaa umalaynaysa ilaaha kugu dhaarshee dadkaasi kullu malcuunuun ribaduna way ka xun tahay zinada way ka xun tahay dembi kastoo kaloo la galo fil islaam ribadu way ka xun tahay oo aan gaalnimo ka ahayn waynu arki doonaa macnahaas inay kabiira muubiqa tahay xadiidka haddeer aanu ku soo marnay cadaabulqabriga inuu ka yimaado nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu ka shakeeyey habeen uu arkay suurado ka mid ah ama qaabo dadka ahlu naarka loo cadaabay cadaabulqabriga marka waxaa ka mid ah nabiguna arkay salatu rabbi salaamu calayhi nin webi dhiig a dhex taagan nin kaloo dhagaxaan badan haystaana gees ku taagan yahay kaas marka gudaha ku jira inuu soo baxo isku dayaya markuu soo baxaba kan dhagax buu taqaato madax kaga dhufanaya markaas meesha ku laabanaya xaaladaas marka weligeed ku jira nabigu wuxuu yidhi ninka saas loo dulaynayo loo cadaabayo waa kee markaasa waxaa la yidhi kuwaas waa kuwa ribada cuna xadiidkaas imaam albukhaari baa kitaabkiisa ku warinaya saaxa waxaa kaloo soo arooray inay tahay sababun lilhalaak qofka inay halaag ay ku sababto nabigu wuxuu yidhi idaa dahara ariba waalzina fii qaryatin ribada iyo zinadu markay meel ka soo daahirto oo ummad macnaha ay noqoto arrin calan ah oo la yaqaano meelaha ribada lagu cuno ama dadka cunaya la yaqaano ama zinada meelaha lagu galo iyo albaabada oo furan la yaqaano oo macnaha ay saas oo kale calan u noqoto faqad axalluu bianfusihim cadaab allah waxay ku xalaaleeyeen naftooda cadaabka ilaahay xadiidka tabarani fi kabiir alxaakim wasaxaw alalbani waxaa la yaaba runtii oo waqtiga inuu dhammaadaa mudda laakiin muxaadaradana kowaya ma joogto wallaahi laakiin waxaa la yaaba runtii nusuus caddaynaysa foolxumada dembigaas uu leeyahay wax ka mid ah in tilmaamaya ribada wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam arriba sabcuuna baaban riwaaya waxay leedahay thalaathun wa sabcuuna baaban ribadu wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi waa toddobaatan albaab ama saddex iyo toddobaatan albaab xadiid kale wuxuu leeyahay xuuban bedela baaban waa toddobaatan iyo saddex dembi toddobaatan iyo saddex musiibo weeye buu nabigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay aysaruhaa midka ugu sahlan wuxuu la mid yahay xagga dembiga mila an yankixa arrajulu ummahu ama an yaatiya arrajulu ummahu lafdi kale ibnu maaji iyo albayhaqi fi sunan wuxuu la mid yahay kan ugu dambi yar nin hooyadiis wax ka raadsay buu la mid yahay nabiga calayhi salatu wasalam hooyadiis qof u galmooday buu la mid yahay ilaaha kugu dhaarsha feeri zinada iyadoo xaraama haddana markay aqaaribta tahay markay hooyo tahay waad ogtiin wax damiir qof biniaadan ku hadli kara xataa maaha maca dalika ribada midda ugu xun baa ka lidato iyo nabiga calayhi salatu wasalam xadiid kale oo nabiga ka sugan isagana cabdullahi ibn mascuud wuxuu leeyay nabiga calayhi salatu wasalam xadiiska cabdullaahi ibnu xandala warinaya ibn mascuud maaha wuxuu nabigu lay calayhi salatu wasalaam dirhamun ya'kuluhu arrajulu wahuwa yaclamu hal dirham oo qofku uu cuno hal dollar oo qofku cuno oo ribaa wahuwa yaclamu isagoo og uu cuno ashaddu minhu maaragtay yaa ka xun buu leeyay nabiga calayhi salatu wasalaam min thalaathin min sittatin wa thalaathiina zaniya soddon iyo lix zino oo qofku ku dhaco halkaa dinaara ka xun buu yahay nabiga calayhi salatu wasalaam halkaa dollar oo ribada ha ka xun buu yahay nabiga calayhi salatu wasalaam
حديث كان النبي يقول هي لأن أزني 33 زنية إن كل صد يسدح زنو يا أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا سأسر النبي عليه الصلاة والسلام هل در هل دولار أو ربا ينعون أو إلى هاي أوجي هاي مركان عوني ينو رباها وحن كتش على النبي عليه الصلاة والسلام صد يسدح قور الزنا يا كتش على النبي عليه الصلاة والسلام مرك فير سو بنا سكرتها وحكى له النبي يقول اسكيل عليه إياك والذنوب التي لا تغفروا اسكيل عليه الذنوب تعالى دافن محاكمة النبي عليه الصلاة والسلام الغلول حولها بولدة حرام تلقونه فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة قفك وحبولك قاطع حرام قاطع آخره كينا يا وأكل الربا ربا الله ولعنا كما دب النبي عليه الصلاة والسلام فمن أكل الربا قفك ربا دعنه بعث يوم القيامة مجنونا يتخبض وحو آخر صوب حيسق ووالا ودعدعيا مركز النبي آخرية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبضه الشيطان من المس الآية حديث كان حديث حسنة دور عن في الكبير سكنه واحد حسنوي وحكى له جرت ولا لي الأضرار مادية لبعتوين مادية هجرة وضطين ربا قفك قاته أما هو قاطع إنه يعني قروض استهلاكية أو قفكو هو يستعمل يستجرو الدجاج أو كلام جارو سو فولاية قروض استهلاكية دين قفكو يستعمل اللي فيه سوي وإلا دكتا وحنا رجنا كوا أفرت السنة لحد السنة جوري ربنا كوب حناي مركب واحد كله العقد عن كوقاتي طبعاً قارب إسلام لابتي مركي أقول دميتي وأكده ما توي عشانا أمريكا سبعة ما دورنته أما أقول دميتي كم مرة قبل لو رجيبه واحد كله شر ربنا ما رتي قروض التاججة حتى لفت كذا أيضاً إن دتيل هذه اللغة على رنتي وحياة الله يابا أو الله يابتن با يدرك الله يدن أو كتيرة ربنا وحي أبورتها مشاكلات اجتماعية دتك ربنا قاطة أو يعني حوله دل لو رجعي أو لدعي أو على جسوا ين دينته مارتة حوله دل لو رجعي إن سب دلان منظمات إجرامية كوه مارتة عن كوه عن دجليالة أو دتك دعاء إن سب دلان بعد على أو مارتة أمضى دعان وحي أبورتها مجتمع متفككة أو كلا نصن أو عن رحمة سوهاينن أو غف بغف كلا حوله سن عنا ودون أيه وحي كسر جدا أسلوب كرحمة كل سن يدين سسينته أو حولها غف كلا ديميو أما باهدي سل الضبالة أو مارتة إسلام كوتشي أي كسر جدا وحرتي أكو ختم أيه وقت جود عاي شبهين بدن أو وارد هجرة أو مارتة لقها اللين شبهين ترى بدن بهجرة أو ضد كأي كها اللين أي ربنا يعني قارقود كسو عروريين وحكم دينا جري هذا ورك أورنا بيع علمتها بيع أنا لمن ماها إلهي بكاه لي مارت أو أيد سكتوا بي مارت وحل الله البيع وحرم الربا بيع مركه واحد نجنه يقفكو بديل صح وقاعدنا إياه ومركه واحد قط قارب عن قط قارب عن قط العقد نوام بحيه لكن ربنا هو العقد السارة أو الله من دهين وح بدل عن الله وي وحرام وحلم ده إنا جري هذا قارقود تراد بكون عيا وقفك ربنا قاعدنا يمت كسينا إياه حاله بيسقيهين marka de aqd oo xaslay iyo raal la isaga yahayna dambi ma laha bay yiraahdeen taasna waxaan kaga jawaabeyna marka hore waxa ka horeysa inta raal la isaga noqon aqdigu noo xalaal yahay aqd haaraam haday dad raal la isaga yiraahdo ku heshiyaan haaraamnimadiisa meesha kama baxayso bil midalan hadii nin oo u yimaado meel mashhada oo ninku weydiisto gabadhiisa oo yiraahd intaas oo lacag ku siinaya gabadhaada haaraan aan ku kaxaysta caawa oo raal uga noqdo ayadana raal ka tahay dadkiina marka aad ka noqdaan arintaas xalaal ma ka dhageysa حلال ما كده يسلاك وقول درشة ما يا حلال كم ده جيسو لكن بالعكس هدي ونن جواد السنين ويدستو وعقد الشرع يكون ويدستو جورة ضدنا يجوب توجيهم وحلال مركل لبع عقد من حرام من حلال يهوي رالا إن شاء الله مركل دتكو عقد أثركم لها هدي أصل كسو حرامية وحلال من القارك ودين يري هذا دتكو كمان مارمان تاسنا وابين من عدوي هذا وحلال كتشو أفرت السنة كودواد مركل اللي تشيده بنوك إسلامية oo aan lahayn ribada lahayn waxaan ayna maalafaadka laga qoray baahina runtii brooktaas oo ku saleysan beec kasta oo ribada ay ka mid tahay xaraam laga ilaaliyo marka way shaqeeyeen bal maanta waxaan dhigaysanay daraasad la soo saaray sanadka 2007 lacagta brookta islaamiga mandaqta khaliij kaliya ay sameeyeen waxay kor u dhaaftay 200 milyan bay kor u dhaaftay waxaana noqotay hadda brookta gaalada xataa inay laama furtaan ku tacaamulaya yaani islaamiga criteriyada ku dhaqmaya oo maarta in la sameeyay meel walba ay hadda noqotay maarta marka waa asluub laga maarmi karo aan loo baahneen waxa qaar kooda yiraahdeen buldaanta qaar ka sida dhulalka hadda la joogo kale ribadu waa daruuri oo qofku wax yiraahdeen qaar kooda guri qaata waa daruuri arintaasina kadabo been way runtii maxay leey qofku halkan uu ku noolaan karaa isoo guri ku lahayn islaamkuna qofku guri degan yahay waa daruuri oo guri leeyahay laakiin guriga inuu milkiyo daruuri maaha marka aad u heli kara guri kireena ku degalaato inaa yeeshaan raba daruuri uguma qaadan karteen
ضرورتنا تقدر بقدرها من علماء كما درتي يا وحيره مثال يا برنتي شيخ قبل وحير ربدا دد با وحاله وا ضروري ودمد قالده حدي ودا كما ما انت ويرهدو وح غور لا يراها ما جرا وا حرام غورك او لبد قف اسكو هيسنسا يعني علاقات كلا او يعني صاحبه نمس كودا جوغيا وانا اغلى لكن غور ما اغلى حدي لا يراها ما وحان اورا كرا ددك ميش اسكو نل وا ضروري ما دام قف كو رير وباهي ان اسغورسا وا ضروري اورا كرنا عقل لما قال لك ترنتي عقل لما قال لك رماها مركا وحوي ضروري لما نقول كرتو رنتي يعني وحياة بدن رنتي سامين نقول له أول ربعين لقاها الله ربعين كسر سبحانه ولك هذا لكن وقت أجد عاي جزاكم الله خير صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين جزاه الله خير الشيخ عبد الرزاق صنعاني رنتي موضوع هذه لقاها الله ربعين وحنا رنك روحي قارن إذا دور صعود يكبدهم إن شاء الله لكن كل ينتي أنا أورن كرنه أنا حكوفها مكرنا إن شاء الله تعالى نزوج قد بي وحنا نجزاه الله خير.